الحمد لله، لك الحمد يا ربنا على كل نعمة وأفضل النعماء، قولي لك الحمد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ووالديه وصحبه ومن تبعه ووالاه. وبعد، إن في لحظات الإنسان التي يمر بها وهو محب عاشق ذائق تواق لما عند الله سبحانه وتعالى، يريد يوم التلاق برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يبحث عن كل أمر جميل في هذا الوجود، عن كل خير بين يديه، ويتحمس له، فيحمد الله سبحانه وتعالى على الفتور، ويحمد الله سبحانه وتعالى على البقاء في هدوء، ويحمد الله سبحانه وتعالى على الحماس والهمة، لكن يتذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استعاذ من أمر عظيم وهو الكسل، لأن الكسل مناف للحب ومناف للشغف ومناف للحماس الذي هو في قلب المحب، عندها يسمى شغفا. الحماس الشديد الذي تجده في قلبك في حالة معينة هو باعث يبعثه الله سبحانه وتعالى، هذا الباعث هو ملك يقذفه الحق تبارك وتعالى في قلبك، فيحرك ويهيج هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذه الرغبات، فتسعى ويشتد هذا الحماس في قلبك، فيتحول هذا الحماس من القلب إلى خارج القلب إلى الأعضاء، فيسمى شغفا. هذا الشغف قد يفقد، وقد تسمع كثير من الناس يقولون أنا فقدت الشغف. تعرف لما فقد الشغف؟ لأنه ضيع طريق المحبة، لم يلتفت إلى المحبوب، لم يلتفت إلى إكسير الحياة وهو الحب. لأجل ذلك مجلسنا عنوانه هو الحب. لما؟ لأن به يكون الشغف، والشغف هو الحماس العظيم الشديد الكبير الذي ننال به كل خير. والحبيب صلى الله عليه وسلم نهانا ودعانا أن نبتعد كل البعد عن ما يا رسول الله؟ عن الفتور. الشغف عكسه ويقابله في الجهة الأخرى الفتور، ويقابله الكسل، ويقابله التخاذل، ويقابله الاتكالية، ويقابله التواكل. كل ذلك استعاذ منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعندما تكون إنسانا شغوفا بشيء، متعلقا به في نومك وفي يقظتك في حياتك في حلك وفي ترحالك، كل ذلك دلالة على شيء واحد، وهو حب رسول الله لك. الإنسان قد يكون شغوفا بالدنيا، وقد يكون شغوفا بالآخرة، وقد يكون شغوفا بعمل أو بامرأة أو بسيارة أو بغرض من أغراض الدنيا. وأنت كذلك تكوني شغوفة بالعمل، شغوفة بالرحلات، شغوفة بالرياضات، شغوفة بابن العم وابن العمة، وكأنك تنتظري هذا الإنسان يأتي إليك بكل شغف وبكل حماس لثلاثة أشياء. ما هو الشغف؟ الشغف هو أمل طويل، الشغف هو تقدير مبالغ فيه، والشغف هو حب فاق التوقع. فأنا أحب شيء فاق توقعاتي، وأقدره بتقدير خارج عن قدراتي، مع أمل وأمد طويل، فيحصل لي الشغف. لكن هناك محل خطر، وهو سقف التوقعات. إذا ارتفع عاد على الإنسان بخيبة الأمل. في حالة واحدة فقط لا يحصل لك، إن ارتبطت بالله ورسوله، إن تعلقت بالله ورسوله فلا يمكن أن تكون هناك خيبة. أما ما عدا ذلك فتعتريك أحوال البشر، وتعتريك أحوال هذه الدنيا، تعافسها وتنظر فيما فيها، فتأتي بخيبات الأمل. لكن إن كنت ذا قلب محب صادق ترنو إلى الله ورسوله، فتأمل في أحوال العاشقين، وتأمل في أحوال من وصلوا إلى مقام الشغف، كيف كانوا وكيف أصبحوا، ولماذا هذا الشغف هو بين أيديهم، وهو إكسير نجاحهم، وهو راحتهم وريحانتهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة.
لأن بهذا الشغف نالوا ما نال الأكابر. إن وصلت إلى مقام الشغف وتعلقت بهذا المذاق العرفاني الرحماني المبارك في قلبك فهنيئا لك، فسلم هذا القلب لله واستسلم له جل جلاله وتعالى في علاه ليسلم لك هذا الحب. هو الحب، فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، ما اختاره مضنا به وله عقل، وعش خاليا فالحب راحته عنا، فأوله سقم وآخره قتل. هذا هو الحب. قد بدا للناس يلوح.